حلب قيامة المجد، عنوان افتتحت فيها الغرفة الفتية الدولية GCI على مدرج قلعة حلب مؤتمرها الوطني التاسع بحضور ممثلي الغرف في كافة المحافظات السورية وبعض الدول العربية والأجنبية. بدأ الحفل بالوقوف دقيق الصمت على أرواح شهداء الوطن وعزف النشيد العربي السوري، تلاها عرضا لفقرات فنية غنائية وفقرات شعبية، والتي كانت سيدة المشهد على مدرج قلعة حلب الأثرية. مشاركتنا اجت من مبدأين كثير مهمين. اول شيء قيمة مدينة حلب بقلب كل مواطن سوري، وقديش إلى خصوصية حلب عند الجميع وبالذات عند الأشخاص اللي هن يعني كانوا بهي الأزمة معاصرين لكل شيء صار بحلب. الشغلة الثانية هي فلسفة أمان القابضة واهتمامها بشريحة الشباب واهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية واهتمامها بأفكار التنمية البشرية وأفكار التنمية المستدامة وتفعيل فكرة المواطنة الفاعلة. GCI هي أنه الشباب السوري هو قادر، نحن الحمد لله بيظل لو بيظل الظروف الصعبة اللي مرت علينا أثبتنا أنه الشباب السوري هو موجود. في أكيد قسم كتير كبير كان فيه خسارة، بس لسه على إحنا موجودين، أثبتنا شيء على هذا الأرض. وهذا الحدث اللي عم بيصير هون اليوم بالقلعة هو مميز. أكيد صار في إيفنتس قبل هون بالقلعة، بس الشيء الحلو اليوم أنه هو عم بيجمع من 7 محافظات سورية. اليوم نحن عم نثبت أنه حلب رجعت قادرة تستضيف المؤتمر الوطني تبعنا. نحن إن شاء الله كمان مكملين بهذا الحلم، نرجع أحلامنا كلنا لنستضيف مؤتمر الإقليمي بسوريا إن شاء الله بال2020. نحن رايحين على هولندا لنقول من خلال هالمؤتمر اللي عملناه سوريا رجعت مثل قبل، سوريا قادرة ترجع تقول، شباب سوريا قادرين ينظموا مؤتمرات كبيرة بمدينة هي أقدم مدينة بالتاريخ. GCI بتستهدف الفئة بين 18 لل40 عام، أوكي، ما بعد ال40 بصير شيء سيناتور، أوكي. أي شاب حابب يشتغل أو صبية طبعاً بيقدموا أبليكيشن، بنتسبوا للجمعية، في شيء اسمه مقابلة، في شيء اسمه تقييم، وفي مشاريع بتنطرح خلال السنة، في مجلس إدارة بتبدل كل سنة بانتخابات، أوكي، وفي مجلس إدارة على مستوى الوطني، وفي عنا حالياً بسوريا غرفة حلب، غرفة الشام، غرفة طرطوس، غرفة اللاذقية، غرفة حمص، غرفة السويداء، وغرفة حماة. كثير كان مهم لنا انه احنا نطلع، وخاصه مدرج حلب اللي هو رمز الصمود، رمز المجد لكل الحلبيين والسوريين داخل وخارج سوريا. فنحن حبينا ناكد انه حلب لساتها صامده، لساتها عايشه باهلها وشبابها من غرفتنا، غرفه الفتيه الدوليه سوريا وحلب خاصه. وفي اليوم التالي اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للغرفه الفتيه الدوليه بمسير سلام من شوارع حلب القديمه إلى الجامع الأموي، مروراً بخان الوزير وغيره من الأماكن التي نفضت غبار الحرب عنها بهمة أبطال الجيش العربي السوري. هي تحدي أنه الحرب ما بتوقفنا، وأنه شباب سوريا قادرين أنهم يرجعوا يعيدوا هاي البلد زي ما كانت وأحسن 100 مرة. وجودهم اليوم بهذا العدد وبهاي الطاقة الإيجابية اللي موجودة عندهم دليل أنه الأمل لسه موجود، وبكرة أكيد 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 أحسن. هي رسالة من أرض سوريا إلى كل العالم، رسالة محبة وسلام من سوريا أرض السلام.